السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الاخوان داخل الوطن وخارج الوطن، تنقول لكم عيدكم مبارك سعيد في انحاء العالم، كاع المسلمين بصفة عامة تنقول لكم عواشركم مبروكة وعيدكم مبارك داخل الوطن وخارج الوطن ومن طنجة الغويرة. إخوان تنزيد نكركها وتنقول لكم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تعيدوا وتعاودوا إن شاء الله العام الجاي والأعوام إن شاء الله كاع اللي جاية. وتنشكروا كاع الاخوان اللي متابعين معنا القناه، وتنعتذر الاخوان هذه واحد المده ما لحقت فيديو، راني مشغول، راني ما عنديش فين نحك راسي، وراني واخا ما عندناش بزاف ديال الاخوان اللي تيحبونا واللي ما تيحبوناش، حنا كاع تنبغيكم. والاخوان ما تنساوش تفعلوا لنا الجرس، واللي ما مابونيش عندنا يتابونا عندنا باش القناه ديالنا تكبر، حتى حنا نوليو بحال القنوات. القناه ديالنا راه باقا ضعيفه، وتنقول لكم الاخوان اللي ما تيحبناش حنا تنبغيوه، واللي تيحبنا حنا تنبغيوه. ورينا الاخوان اليوم بغينا نهضر في واحد جوج مواضيع، وبغيتكم تكملوا الفيديو، واللي شاف هذا الفيديو الاخوان يحاول يبارطاجيه باش تزيد ان شاء الله في هذا النهار تاع اليوم. وكاع اللي بارطاجا لنا الفيديو بين هذا النهار تاع اليوم ان شاء الله يكون رحمه الوالدين، واللي عنده شي واحد من الاخوان كاع المسلمين في انحاء العالم اللي عنده شي واحد نيه الله يجزي عليه الرحمات. وتنبغي الاخوان اللي شاف هذا الفيديو يترحم على الوالدين ديالي حتى هما مساكن، اللي رانا غادي نخلي التصويره ديالهم، واللي شاف التصويره ديالهم في انحاء العالم يجدد عليهم الرحمات، ويجدد الرحمات على المسلمين كاملين في انحاء العالم. الاخوان الموضوع اللي باغي نتكلم عليه، والله لا اش غادي نقول لكم، شفت واحد الفيديو ارسلوا لي واحد سيد صاحبي اللي هو سجل الفيديو بلا صوت، ورغم ذلك الاخوان سجلوا في واحد الاسواق الاسبوعيه، هو في سوق من النواحي ديال بني ملال. وريني الاخوان، انا تنقول ماشي ضد الاخوان ديال بني ملال ولا ديال انحاء العالم ولا ديال انحاء المغرب، انا تنقول الاخوان والله الا جاتنا غيره على الوطن وجاتنا غيره على البلاد، والحمد لله والحمد لله الحكومه ديالنا راكم شتوا دابا منعت الحفقاعات الحفلات، وكاينين الناس بزاف اللي راهم خرجوا البارح، الله يحسن العون، كل واحد عنده الخدمه ديالو مسكين تياكل من تما. وبزاف ديال الاخوان اللي شفتهم انا البارح تيقول لي مساكن شادين العربون شادين هذه، وريني ثاني ما تنساوش بلا الدوله والمسؤولين راهم باغين الوطن وباغين البلاد السلامه. على الاخوان اللي شفنا بزاف ديال الفيديوهات في هذه الاسواق الاسبوعيه، راه ماشي كاين على قاعه الحفلات، تنقول انا من المسؤولين الله يخلينا المسؤولين ديالنا ويخلينا وزاره الصحه ديالنا اللي راده البال الوطن وراده البلاد بالله، هذوك الناس اللي راهم الى منعوا قاعه الحفلات ومنعوا التجمعات راه من حق المواطن ومن سلامه المواطن. ولان الاخوان ندير من بعد غادي تخليكم مع واحد الفيديو اللي هو شفت انا، ارسلوا لي واحد السيد البارح من المغرب ورسلوا لي بلا صوت، ولاني انا زعلني بس غندير الصوت وتكلمت عليه. الا الانسان الاخوان ما خايدينش الاحتياطات، راكم ما تتاخذوش الحاله، انا راه ماشي ضد هذا، حنايا ضد الفيروس ضد كورونا، بغينا البلاد ديالنا تبقى احسن بلاد، والحمد لله حنا تنفتخروا بالملك ديالنا اللي هو محمد السادس نصره الله، تنقول لي عيدك مبارك، عدنا الحمد لله احسن ملك، وعدنا الحمد لله المسؤولين اللي راهم تيخافوا من سلامه المواطن. راه الناس البارحه انا اللي شفت خرجوا مساكن، تا هما غنزيد نكركها، تا هما راهم مساكن تياكلوا من هذاك الشيء، الله يحسن العون، كل واحد دير لله الخدمه ديالو، كل واحد الله. وحنا تنقولوا ان شاء الله من المسؤولين في المثال لا غلقوا هاد الناس الحفلات
وغلقوا لهاد الناس ما يديروا، على الاقل تكون واحد المساعده ماديه معنويه شي حاجه اللي هذوك الناس مساكن تا هما الا غلقتوا عليهم الحفلات من غادي ياكلوا، من غايشربوا، من اشنو غايديروا هاد الناس. حنايا مع الدوله ومع الحكومه متفقين مع الحكومه اللي دارت، الحكومه ولا المسؤولين ولا الحمد لله وزاره الصحه ديالنا اللي عندنا راده البلاد سلامه المواطنين، وما باغينش المواطنين يتاذوا. علاش؟ حكاش حنا عندنا اعداء بزاف، عندنا الاعداء بزاف، وكون صابوا المغرب علم الله يخشيو تحت الارض. ولاني حنا الحمد لله عندنا الناس اللي راهم مسؤولين، وعندنا الحمد لله وزاره الصحه، وعندنا الحمد لله المسؤولين اللي تيشوفوا. بحال البارح اللي شفت انا مع 3200 اصابه. الاخوان علاش هذا الشيء كامل؟ ما كاينش الاحتياطات، ما كاينش شي واحد دار احتياطات. راه ماشي غادي عاد دق الباكونه غدير الزلبه صافي تتقول رانا تعفيت من كورونا. راه الاخوان راه كاينين هنا في اوروبا للناس داقي الباكونات وتصابوا بمرض كورونا. الاخوان اللي كاينه وهو التباعد الاحتياطات، على الاقل ديروا الكمامه. الاخوان غنخليكم مع الفيديو، غنخليكم مع واحد الفيديو في واحد السوق، وغادي تجيو الاخوان وغادي تشوفوا هذوك الناس اللي في السوق كيفاش الناس تتعامل. الناس الله يستر بحال لا تقول ما شاء الله. هو من واحد الجهه الله يحسن العون، اي واحد تيقلب على في المثال تيقلب على الاضحيه ديالو، اي واحد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا غنخليكم الاخوان مع الفيديو وشوفوا هذا الفيديو. هذا ما كاينش شي واحد اللي داير الكمامه، يلا غتلقى واحد 3% ولا 2% اللي راهم دايرين الكمامه. وغنخليكم الاخوان مع الفيديو واحد السوق الاسواق الاسبوعيه بنواحي بني ملال، شوفوا الاخوان ومن بعد غادي نهضر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان المتتبعي القناة. شوفوا الإخوان هذه الأسواق الأسبوعية اللي حنايا على الأبواب ديال عيد الأضحى، وشوفوا الإخوان الناس ما تيقال لك عندنا تيتصابوا حتى 3000 حتى 2000 إصابة في النهار ديال كورونا فيروس 2019. ولين شوفوا الإخوان هذا السوق بالنواحي ديال بني ملال، ما نقولوش بالضبط فين، والان الناس هما موجودين كل واحد الله يحسن العون تيجري على عيد الاضحى باش كل واحد خاص يوفر الكبش ديالو. ولان الاخوان المشكل اللي كاين وهو شوف الناس ما كايناش التباعد، وما كايناش الناس ما دايرينش الاحتياطات، وما دايرينش الماسكاريات كيما نقولوا، ما دايرينش الكمامات. وشوفوا في الاخر تسمع في الاخبار اليوم صابت 3000 حاله 2000 حاله، وحنا تنطلبوا من المسؤولين الاخوان يحاولوا يجدوا النظر في هذا الشيء هذا، ويحاولوا يكونوا واحد التباعد. وبحال هذه الاسواق الاسبوعيه بحال النواحي في المثال في اوروبا تيديروا في المثال ما تتجاوز حتى 50%، ولكن حنا راه ما عندناش 50%، حنا راه عندنا 2000%. شوفوا الاخوان ما كايناش التباعد، وشوفوا الناس ما دايرينش الاحتياطات، وما كاينه لا كمامه لا حتى حاجه. يلا غنلقى واحد النسبه اللي دايرين الكمامه وهما 1-3%. ولكن الاخوان انا اللي تنقول من المسؤولين يحاولوا يجدوا هذا الشيء، لا بقى هكا غادي رجعوا تاني الحظر الصحي، وهذا راه ماشي من الصالح ديال المواطن. وانا تندير على هذا الشيء هذا، راه تنقول انا بالنسبه لاوروبا وبالنسبه للمغرب ولا بالنسبه لافريقيا كامله، الناس ما تياخذوش الاحتياطات ديالهم. وشوفوا الاخوان الناس كيفاش تتعامل في هذا السوق هذا، وهذا غير انا بالنسبه ليا غير مقبل. للناس خاصهم ياخذوا الاحتياطات، وخاصهم على الاقل يكون واحد التباعد، والناس ما تيلزموش الحدود ديالهم. وفي الاخر تتسمعي اليوم تصابت 2000
اليوم 5000، اليوم 4000 بالسيف الإخوان. شوفوا الناس كيف يعيشوا الأجواء، أجواء عيد الأضحى. شوفوا الإخوان الناس كيف يعيشوا، وصادي نقول لكم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. راه بالسيف الناس ما تصاب، راه واخا ما يكونش عندنا فيروس كورونا راه غادي يولي فيروس كورون. شوفوا الإخوان، خليكم الإخوان مع هذا الفيديو هذا، والله إلا شفت أنا هذا الفيديو. وعاود صوروا واحد سيد ولا حولية، صوروا بلا صوت، وأنا زعلني بس غندير ليه الصوت، وبس غادي نعيشوا هاد الأجواء الأسبوعية اللي راه عندنا هاد السوق بالنواحي ديال بني ملال. شوفوا الإخوان، شوفوا الإخوان، تنطلبوا من المسؤولين يديروا حد، يديروا حد لهاد الشيء هذا. والله إلا تنشوفوا تنغيروا على الوطن وتنغيروا على البلاد ديالنا، وما بغيناش البلاد ديالنا تصاب، وما بغيناش المواطنين حتى واحد يتصاب بشي مرض ديال كورونا، وبغينا الناس ياخذوا الاحتياطات ديالهم. واللي شاف هذا الفيديو يحاول يبارطاجي مع الاخوان باش من اخوان راكم شفتوا الفيديو كيفاش داير. الله يرضى عليكم بالله، هذوك الناس اللي راهم مجموعين في هذاك السوق، والله يحسن العون لاي واحد، كل واحد يقلى مسكين على الاضحيه ديال العيد ديالو لوليداتو، وليني على الاقل ديروا ماسكاريه، كون واحد التباعد. الاخوان انا راه ماشي وزير الصحه، انا راه تانا مواطن بحالي بحالكم، وليني راه ما بغيناش المواطنين ديالنا يتاداو، ما بغيناش راه حنا ما بغيناش نسمعوا كل نهار تنسمعوا 3000 2000 4000. الاخوان راه وزاره الصحه والمسؤولين المغاربه في اي مكان راهم بغاو الا سلامه المواطن، وانا بشيفتي كمواطن وما نبغيش شي واحد يتأذى، ما نبغيش شي واحد يتأذى في بلادنا. خذوا الاحتياطات الاخوان، ايوا بداو في الكومونيتير بداو تعيروا. انا راه ما وزير الصحه ما مسؤول ما والو، انا راه مواطن عادي، ولاني تتهمنا بلادنا وتهمنا وطننا، والحمد لله على الوطن ديالنا وعلى المملكه ديالنا وعلى المسؤولين ديالنا. راه شوفوا الاخوان في دول اخرى راه لا حول ولا قوه بالله، راه المغرب عندنا راه بلد الخيرات وبلد زينه. وبلا ما نطولوا الفيديو تنقول لكم الاخوان، تيتقاد الحال وتيبقى الله الوطن المليك، والله ينصر سيدنا، والله ينصر سيدنا، والله يخلي لنا مالكنا، والله يخلي لنا شعبنا وكاع الشعب المغربي في انحاء العالم، وكاع المسلمين في انحاء العالم. والتحيه لكم، وتنقول لكم عيدكم مبارك. والاخوان ما تنساوش، ما تنساوش احتياطات، ما تنساوش التباعد، ما تنساوش الاخوان الكمامه، وديروا التباعد مع بعضياتكم. راه هذا الشيء اللي تنشوفوا الاخوان، راه لا حول ولا قوه بالله، راه بالسيف ما يتصاب 3000، بالسيف ما تصاب 2000. وتنقول لكم الاخوان، انا راه لي حد الساعه غنكرك عليك، انا راه ما وزير، ها اللي تيشوف فيا ولا انت اللي تشوف فيا، انا راه ما وزير الصحه، ما مسؤول ما والو، انا راه مواطن مغربي، تتهزني الغيره على الوطن، وتنقولها الله الوطن الملك. الله ينصر سيدنا، الله يخلي لنا سيدنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.